وينضم معنا عبر الهاتف من لندن رئيس تحرير صحيفة الحياة سيد سعود الرئيس. سيد سعود أهلا بك. أحد الخطوات لهزيمة الإرهاب هو أن تتوقف قطر تحديدا عن دعمها للإرهاب وتمويلها كذلك، أريد تعليقكم. نعم طبعا، تحية لكل المشاهدين الكرام. طبعا ما في شك، يعني السعودية اليوم لها تجربة يشهد لها العالم من في محاربة الإرهاب، وأيضا قدمت الكثير في هذا الجانب وتعرضت للكثير في هذا الإطار. اليوم بالنسبة للدوحة، يعني استمعنا إلى تصريح إلى حديث وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل الجبير عندما تحدث عن تمويل أطراف إرهابية تحمل جنسية قطرية وتعمل للسيطرة على مكة والمدينة، وأيضا تمويل أيضا عن طريق أشخاص تحمل جنسية قطرية تمويل جماعات ومنظمات إرهابية. يعني مثل هذه الإجراءات اليوم باتت مكشوفة أمام الملأ. في السابق كان الحديث أنه أين الأدلة، اليوم الأدلة هذه يعني تظهر تباعا، الدليل خلف الدليل. يعني حتى التعديلات التي أجراها أمير قطر اليوم، وكأنه يقول يعني أنه في السابق لم يكن هناك يعني أنظمة لدينا لمحاربة الإرهاب، فبالتالي لا مانع من الإرهاب وممارسته. يعني التعديلات الجديدة التي تم إجراءها في الدوحة اليوم يعني كانت برضو لافتة، يعني وكأنه تسمح بما سبق، يعني وهذا غير صحيح. هذا ما تطلبه الدول، وهذا ما تصر عليه، والأمر اليوم يعني واضح اتجاه هذه الدول في مطالبها وفي مسعاها. نعم كيف تقرأ أيضا سيد سعود إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بالدور الذي تلعبه المملكة على صعيد مكافحة الإرهاب؟ يعني لا شك المملكة قدمت الكثير في هذا الجانب، سواء على صعيد الأمم المتحدة أو على التنظيمات، آخرها كان المؤتمر الذي عقد في الرياض بحضور أكثر من 50 دولة. يعني جميع هذه الجهود الولايات المتحدة تدركها، العالم كله يدركها اليوم، والتجربة في محاربة الإرهاب أيضا تجربة. يعني كثيرا ما كانت السعودية هناك تواصل وجهد استخباري كبير مع الدول الكبرى لمحاربة الإرهاب، وآخرها أيضا ما تم الإعلان عنه مع العراق ايضا بخصوص عمليه تنظيم هذه المساله بين البلدين من خلال جهاز الاستخبارات. يعني هناك جهود الجميع تحدث بها لا يمكن نكرانها. اليوم التقرير الذي صدر بالتاكيد اشار الى نقاط جوهريه في محاربه الارهاب. نعم. وايضا نقاط يعني هي ما نتطلع له اليوم. السعوديه قالت بصراحه انه حتى ومعهد الدول الداعيه لمحاربه الارهاب ايضا تحدثوا بصراحه انه لا لوجود اي تنظيمات او ميليشيات مسلحه تحت اي صيغه كانت، جميعها اليوم تعتبر ارهابيه. هذا هو الاطار الذي يعني نريد ان نخرج من هذا النفق. دول العالم كثيرا ما كانت تتحدث عن الارهاب وان تمويله من الخليج وان تمويله من السعوديه، كل هذا ثبت واتضح ان جميعها تهم ارفقت بالسعوديه، ويعني درست ونفذت الحقيقه بمخطط يعني شديد المكر للإساءة إلى المملكة. لكن يعني اليوم الأمور أصبحت أكثر وضوحا، أصبح الحوار والنقاش على 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 الطاولة، لم يعد هناك يعني كثير ما تم التواصل مع الدوحة لثنيها عن هذا الاتجاه مثل ما ذكر في أكثر من مناسبة، لكن لم يجدوا آذانا صاغية. وبالتالي اليوم يعني جميع الأمور على الطاولة. اليوم إذا أرادت الدوحة مثلا المضي قدما في محاربة الإرهاب والانضمام لمجموعتها والعودة إلى حاضنتها، فبالتأكيد هناك فرصة متاحة. إذا أرادت مواصلة الجهد لتقويض أمن المنطقة بالتأكيد. نعم. لن يتم السكوت عنها بعد الآن. نعم السيد سعود الرئيس رئيس تحرير صحيفة الحياة من لندن، شكرا جزيلا لك.